مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور الاهلي. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه، حلقه نهايه الاسبوع. دايما بتبقى حلقه خفيفه بس برضو مليانه بالاحداث المشوقه باذن الله تعجب حضراتكم. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا في السادسه. وقبل اسمحوا لي قبل ما ندخل في تفاصيل حلقه النهارده، رساله بنوجهها لكل واحد بيفتكر ان الصوت العالي ممكن يخلق شعبيه او يصنع جماهيريه. رساله لكل واحد بيفتكر انه مهاجمة الرموز ممكن تخلق ليه مساحة للظهور. انت مين؟ ايوه انت مين عشان تتكلم على الاسطورة؟ مين عشان تحاول تغير تاريخ اتكتب بعرق وشغل وتعب؟ مين عشان نعرفك او نسمعك؟ باختصار انت ولا حاجة. اذا كان ليك احترام في يوم من الايام، كان الاحترام ده بسبب حق التيشيرت علينا، مش حقك انت على الكيان، عشان انت ملكش حق عندنا واحنا لينا عندك حق، بس للأسف انت ما فهمتوش. ابن النادي اللي كتب تاريخ وزود شعبية، ابن النادي ابن الأصول، رمز المبادئ والأخلاق. ابن النادي هو اللي بيكبر ناديه الكبير وبيغير عليه. قلت لي بقى انت مين؟ احنا مش عايزين نعرف. اقول لك انت مين؟ انت ولا حاجة. عارف ليه ولا حاجة؟ لان مفيش حاجة طمرت فيك. فاكر لما المجلس اتحل ورفض القرار الجميع الحقيقة، وانت يمكن تكون الوحيد اللي كنت بترقص في فرع مدينة نصر، وفاكر الأعضاء عملوا إيه بعد إلغاء قرار حل المجلس؟ طردوك من النادي. أنت مش مستاهل الحقيقة إن احنا نتكلم عليك أو نفرد مساحة ليك، أنت بس عايز تعرف إنك ولا حاجة. أرجوك بص لنفسك في المراية وأنت تعرف أنت مين. بس احنا بقى عارفين مين الأسطورة، والأهلوية كمان عارفين، طبعاً عارفين. الأسطورة والحقيقة عشق الملايين اللي حبوا اسم الخطيب، مش بس على فكرة جوه الملعب وبره الملعب. والحقيقة من ضمن ملايين بيشجعوا وبيحبوا النادي الأهلي، ملايين ما شافوش كابتن محمود الخطيب جوه المستطيل الأخضر، ومع كده ورغم كده الحقيقة حبوه وعشقوا اسمه. ورصيد الحب عند الجماهير مش بس بيتقاس الحقيقة بالمستطيل الأخضر ولا بالبطولات ولا بالأهداف، لا، بيتقاس الحقيقة بمعايير تانية كتير، منها القيم والأخلاقيات اللي بيعبر عنها النجم. وياما الحقيقة كان في نجوم كتيرة جوه الملعب موهوبة وعشقتها الجماهير، لكن صورتهم بره الملعب كانت غير كده خالص. عشان كده الحقيقة يظل الكابتن محمود الخطيب واحد من أساطير الكرة في مصر، اللي الحقيقة مش بس الأهلوية كمان بيحبوه، لا الحقيقة كل جماهير الكرة بتحترمه وبتعشق اسم كابتن محمود الخطيب. ندخل في حلقتنا يا ساره النهارده. هي احمد، فعلا كلنا بنفتخر ان احنا بننتمي لكيان كبير، رئيس واسطوره كبيره زي كابتن محمود الخطيب. وندخل فعلا في حلقتنا. طبعا. نقدر نقول ان دي اول حلقه بتتزامن مع عوده الدوري الممتاز لاستكمال نشاطه من جديد، بعد طبعا ما توقف 4.5 شهور بسبب ازمه فيروس كورونا. منافسة قوية شرسة هنشوفها خلال الأسابيع اللي جاية في مسابقة الدوري. خليني أقول لحضراتكم دلوقتي سريعا جدول الدوري خلال الأسبوع الأول. النهاردة الزمالك هيلعب مع المصري الساعة 8، الجمعة هيكون يوم أجازة، والسبت هيكون نادي مصر من المفترض كان المفروض أنه هو يواجه الإنتاج الحربي، بس طبعا المباراة اتأجلت بسبب إصابة 19 فرد من فريق الإنتاج الحربي بكورونا. يوم الأحد مصر المقصة مع أسوان، والأهلي مع أمبي. احنا عندنا الحقيقه ماتشات ويك اند كروي، يبتدي من النهارده بالزمالك مع المصري زي ما قلتي، لغايه يوم الاحد ان شاء الله المباراه المرتقبه بقى بين الاهلي وامبي. خليني اقول لحضراتكم النهارده ضيفنا في حلقه خاصه ولقاء خاص جدا، اتمنى ان حضراتكم تستمتعوا بيه ان شاء الله، هيكون واحد من المدفعجيه. الحقيقه كان رجل يعني زي قاعده صواريخ كده، كتير من النجوم الاهلي الحقيقه اشتهروا بكونهم مدفعجيه، لكن يظل نجمنا النهارده صاحب بصمه خاصة جدا، كابتن محمود أبو الدهب هيكون ضيف السادسة النهاردة، وأتمنى أن اللقاء يحوز على إعجاب حضراتكم. خلينا نروح لأهم عناوين أخبارنا النهاردة. الأهلي يعود لتدريباته استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري. محمد شريف بيغيب عن مواجهة الأهلي وإنبي. طبيبي الأهلي حمدي فتحي جاهز للمشاركة أمام إنبي. اتحاد الكرة بيدرس وضع لائحة عقوبات على المخالفين لضوابط كورونا. ترابزونسبور التركي يسبق بشكتاش في خطوة حاسمة لضم النني. وأخيرا أندية الدوري الإنجليزي بترفض استمرار 5 تغييرات في الموسم الجديد.
برحب بحضراتكم من جديد ونبدأ مع أخبار الأهلي. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رجع خلاص إنه يواصل تدريباته النهاردة على ملعب التاتش استعداداً لمواجهة إنبي يوم الحد اللي جاي في الدوري على استاد القاهرة في الجولة طبعاً المؤجلة من الأسبوع الـ15 بمسابقة الدوري. فايلر كنا عارفين إن هو منح اللاعبين امبارح راحة سلبية من التدريبات في إطار طبعاً الجدول الموضوع للاعبين استعداداً لعودة الدوري. طبعاً احنا عارفين إن الأهلي المفروض يختتم تدريباته مساء السبت، وفايلر هيعلن عن قائمة اللاعبين اللي هتتواجد في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبرى طبعا استعدادا لمواجهة إنبي. ده يخلينا نروح لسؤالنا المستمر مع حضراتكم لغاية قبل مباراة إنبي إن شاء الله. وكنت قلت لحضراتكم امبارح انه في اتفاق تقريبا غير معلن بين جمهور النادي الاهلي في استقرار على ده امبارح على 6 مراكز يخوض بيها الاهلي مواجهة إنبي: شناوي حراسة مرمى، علولو او علي مع كابتن علي معلول، وايمن اشرف ومتولي وهاني ورا، وفي النص السوليه وديانج. دول المراكز اللي اتحسمت. كنت قلت لحضراتكم ان في حيره شويه بين الاربعه اللي قدام، واعتقد انه اجاي حسم تواجده بشكل كبير جدا. في منافسه بين الشيخ ووليد سليمان، وفي منافسه بين جيرالدو ومروان محسن على المركزين الباقيين، وقفشه الحقيقه كابتن مجدي قفشه دخل في الصوره بشكل كبير. الموضوع موجود والتصويت على صفحتنا على فيسبوك وعلى تويتر، وحضراتكم ممكن تشاركوا لغايه ان شاء الله يوم السبت او يوم الاحد قبل مباراه الاهلي ان شاء الله. نروح يا محمد شريف لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي والمعار لصفوف إنبي لنهايه الموسم الحالي عن مباراه الفريقين. قال ان هو مش هيغيب عن مباراه الفريقين لانه في بند في عقد إعارة اللاعب لصفوف إنبي بيمنع مشاركة اللاعب لو الفريقين هيتقابلوا مع بعض. محمد شريف مستني قرار طبعا الجهاز الفني للأهلي بعودته لصفوف الفريق نهاية الموسم الحالي بعد إنهاء أو انتهاء إعارته. كمان كان مدرب إنبي أحمد قال إنه أحمد علي هيكون بديل محمد شريف، حدد البديل. أحمد علي عمل موسم كويس وفي الماتشات الودية كان ظهر بشكل كويس. محمد شريف الحقيقة من المواهب الواعدة وهو من هدافين الدوري وعامل سيزون كويس جدا مع إنبي، وده اللي خلى الأهلي يفكر في عودته من الإعارة مرة تانية. والحقيقة يمكن عشان الأهلي دايما فريق بطولات، دي رسالة للشباب الصغير، رسالة للولاد اللي للأسف الشديد يعني بعد ما بيقضوا في الأهلي سنين بيكتشفوا إن هم مالهمش مكان في الفريق الأول، فالأهلي بيطلعهم إعارة أو حتى ممكن يكون في عقد بيع لفريق تاني. ده مش نهاية المطاف، بتبقى فرصة ليك إنك أنت تطور من أدائك وتطور من مستواك، وأكيد الخامة كويسة ما دمت كنت في يوم من الأيام بتلبس تيشيرت النادي الأهلي. شفنا محمد شريف الحقيقه قدم سيزون كويس جدا، وان شاء الله راجع الاهلي ويتالق ويضيف للفريق، يكون اضافه للفريق. عندنا ناس كثيره جدا الحقيقه، عندنا ولد انا بشوفه الحقيقه ممكن يكون مستقبل الكره في مصر، احمد حمدي اللي بيلعب في الجونه، احمد ياسر ريان. الحقيقه الاثنين دول تحديدا في رهان كبير جدا، انا اعتقد ان الولاد دول لو ركزوا هيكونوا اضافه كبيره جدا للاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. بمناسبه المباراه بتاعت يوم الاحد ان شاء الله، الجهاز الطبي للأهلي قال أنه كابتن حمدي فتحي لاعب الفريق جاهز للمشاركة في مباراة إنبي، وأوضح أنه اللاعب تعافى تماما الحمد لله، ألف حمد لله على السلامة، من فيروس كورونا اللي أصيب به من فترة، وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات بعد ما انتظم في تدريبات الفريق خلال الأيام الأخيرة. دكتور خالد محمود قال أنه قرار مشاركة اللاعب في المباراة متعلق بقرار من الجهاز الفني طبعا بقيادة السويسري فايلر. نروح بقى المسؤولين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اللي بيدرسوا وضع لائحة عقوبات على أي نادي هيخالف التعليمات الخاصة طبعا باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة اللي جاية. مسؤول الجبلية بيدرسوا اعتماد العقوبات واختار الأندية بيها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة يعني أن معظم التحذيرات الأخيرة كانت نقدر نقول تحذيرات شفوية. وقرار الدراسة ده جيب أنه وضعت اللائحة غرامات أو عقوبات على الأندية بعد الإصابات الكثيرة اللي طبعا ضربت عدد من فرق الدوري الممتاز بشكل مفاجئ، وعلى رأسها نادي الإنتاج الحربي اللي تعرض لعدد 18 إصابة مرة واحدة، وتم تأجيل مباراته أمام نادي مصر اللي كانت المفروض تتلعب يوم السبت اللي جاي علشان يستكملوا المسابقة بشكل طبيعي. يعني بصرف النظر عن فكرة العقوبات، وإحنا شفنا يمكن كنا بنتكلم من يومين إثارة أن الاتحاد الأوروبي قرر أن هو يعمل عقوبة جديدة على أي لعيب يعني يكح في وش الخصم بتاعه أو في وش الحكم، وممكن توصل لفكرة إنذار أو طرد. لكن الحقيقة اللي يهمنا أكتر كمان قبل ما تتضح فكرة العقوبات هي الإجراءات الاحترازية أو الوقائية اللي قبل كل مباراة، فكرة التأكيد على سلامة اللاعبين
وطاقم التحكيم وإجراء المساحات بشكل والإداريين دوري اللي بيشاركوا فيه أو اللي داخلين ملعب المباراة، ده في حد ذاته طبعا نقطة في غاية الأهمية، وتضمن إن شاء الله عدم إصابة أي أحد بفيروس كورونا. لأنه الحقيقة زي ما قلتي برضو يا سارة، الأهم أنه نخلص بطولة الدوري 30 أكتوبر زي ما اللجنة الخماسية بتستهدف. نروح مع حضراتكم للكلام على النني، والنني الحقيقة ups and downs، يعني شوية نلاقيه متألق ومنور كده وفي فورمة عالية جدا، وشوية تانية نلاقيه متراجع مستواه مش مستقر. اتعرض لأكثر من موقف صعب في مشواره، خصوصا طبعا أنه هو يتنقل من الدوري الإنجليزي أحد أقوى دوريات بالعالم مش بس أوروبا، ويروح الدوري التركي يمكن تكون خطوة لورا، لكن منها ممكن ينطلق النني مرة تانية. التقارير الصحفية بتقول أنه نادي ترابزون سبور التركي أعلن استعداده أنه يتحمل راتب محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عشان يضمه خلال الصيف بعد ما انتهت إعارته طبعا مع منافس نادي ترابزون نادي بشكتاش. زي ما قالت صحيفة فاناتيك التركية، فإن مسؤولي ترابزون التركي رحبوا أن هم يتحملوا كل التكاليف الخاصة بمرتب محمد النني، بيصل مرتبه تقريبا في السنة الواحدة في حدود 1.5 مليون مليون يورو عشان ياخدوا أو يحصلوا على خدمات الدولي المصري على سبيل الإعارة. وأضافت كمان أنه نادي بشكتاش بيحاول في الوقت نفسه أنه يجدد كمان الإعارة لمحمد النني واللي لعب في صفوف بشكتاش خلال الموسم الأخير على سبيل الإعارة، مع احتفاظه بأحقية شرائه النهائي مقابل مبلغ متحدد بحوالي 18 مليون يورو. في بعض التقارير الصحفية كشفت الحقيقة في وقت يمكن قبل كده أنه نادي ترابزون سبور التركي تقدم بعرض رسمي بالفعل الأرسنال عشان يضم محمد النني على سبيل الإعارة، وده هيكون بداية إن شاء الله من الموسم المقبل. خليني أقول لحضراتكم أنه النني السيزن ده لعب في تركيا مع بشكتاش حوالي 36 ماتش، سجل من خلالها هدف وحيد، وكان ليه 4 تمريرات حاسمة أو 4 أسيست قدر أن هو يسجلهم في متهيألي عمل موسم مع كويس بشكتاش. مع بشكتاش يا احمد بس كان في التشكيله المثاليه الجوله الاخيره من دوري، لما بتقارني السيزون الاول مع ارسن فينجر في ارسنال لمحمد النني وتقارني محمد النني النهارده لا في فرق كبير يعني جدا في المستوى. يعني انت كنت مقتنع بادائه مع ارسنال في اول سيزون؟ اعتقد انه كان في بدايه مبشره جدا، لكن حصل تراجع. يعني هو قادر طبعا واكثر قدره ان هو يحدد اسبابه، لكن النني عنده اكثر من كده بكثير، ويستحق ان هو يلعب في دوريات اقوى من الدوري التركي كمان. نروح لتقارير صحفيه انجليزيه قالت ان انديه الدوري الانجليزي الممتاز بترفض استمرار العمل بلائحه الطوارئ اللي اقرت في الموسم الجاري بالسماح باجراء 5 تبديلات في المباراه الواحده بدل 3 تبديلات. صحيفه تيليجراف قالت ان في 11 فريق من اصل 20 صوتوا ان هم ما ينفذوش القانون الخمس تبديلات ده في الموسم اللي جاي، وطبعا كده من المفروض انه هيعود نظام التبديلات الطبيعي بدءا من الموسم الجديد ده، وهيبقى كل نادي ليه بس 3 تغييرات علشان يبقى ليه 3 تبديلات خلال اللقاء، رغم ان الفيفا سمحت للاتحادات كلها بموضوع تطبيق الخمس تبديلات. الغريب ان الانديه، هو مش غريب بس هو الانديه اللي صوتت ضد القانون ده هي الانديه اللي لسه طالعه دوري الدرجه الاولى، ليدز، فولم، ويست بروميتش، الانديه السته الاولى كانوا مع القرار ده. الانديه القليله اللي لسه طالعه بتقول انه يعني ده هيبقى بيدي بريفيليج او ميزه اكتر للفرق الكبيره المقدمة. لان دكه الاحتياطي بتاعها احسن بكتير. يعني هي ليها بروز وكونز، يعني لما نفكر بالمنطق ده طبعا ممكن تدي، بما انه دكه البدلاء عند معظم الانديه الكبيره زي المان سيتي وزي مانشستر يونايتد تشيلسي مثلا وزي مع القرار جدا، يعني نفسه جدا ان يبقى فيه 5 تبديلات. لكن على الناحيه الثانيه برضو انا بتهيالي دي حاجه ليها علاقه بالفتنس والاستامينا بتاعت الفرق. يعني بتهيالي الفرق المؤخره دايما بتعاني دايما في اخر ربع ساعه بدنيا قدام الفرق الكبيره، فبالتالي بيتهيألي انها ممكن تبقى عايزه نفس، عايزه دم يعني فريش في الملعب يقدر يديهم باور ان هم يكملوا 90 دقيقه بنفس المستوى. على كل اكيد في حسابات بين السطور بتحسم القرارات اللي من النوع ده. نروح لانتر ميلان، ويمكن سوق الانتقالات السنه دي يمكن عشان فيروس كورونا، ممكن يمكن عشان المشاكل الماليه اللي بتعاني منها الانديه، لكن الحقيقه ما نقدرش نقول عليه موسم قوي. في كلام كتير عن بعض النجوم في اوروبا في الوقت الحالي، منهم مثلا التشيلي أليكسيس سانشيز اللي برضو زي النني ماشي على سطر وبيسيب سطر، يعني احنا ما حسناش في بيه قوي في البارسا.
لكن راح بعد كده أرسنال عمل سيزن ولا أروع يكاد يكون الأروع في تاريخه كله. اتنقل بعدها المان يونايتد، توقعنا انه المسيره يعني تكمل، لقينا انه يعني رجع تاني لنفس الاداء المخيب للامال وما كانش على المستوى، عشان كده تمت اعارته لنادي انتر ناسيونالي الايطالي، فريق الانتر بشكل مؤقت يعني. لكن النهارده تم الاعلان انه هينتقل بشكل مجاني لمده 3 مواسم تنتهي في 2023، وهيلعب مع فريق الانتر اللي بعتقد انه الى حد كبير مع الانتر قدر يستعيد جزء من مستواه. واعتقد انه التجربه بتاعته في اولد ترافورد الحقيقه كانت صعبه جدا، لقى نفسه بشكل كبير جدا مع الانتر، ويعني اعتقد الانتر الحقيقه عمل تشكيله اكتر من رائعه. صحيح بقت معظم الفرق في اوروبا يا ساره بتستهدف نجوم الانتر دلوقتي، عمل سيزون كويس لا باس بيه، مكمل في اليويفا كاب او اليويفا ليج، واخد مركز ثاني في الكالشو، فاعتقد سيزون كويس بالنسبه للانتر. موافقة معايا؟ موافقة معايا. طيب خلينا نروح لروما، اس روما بقى. نروح لنادي روما الإيطالي. النهاردة أعلن بيعه للملياردير الأمريكي فراتكن مقابل 591 مليون يورو، وعن طريق موقعه الإلكتروني أصدر بيان رسمي أوضح خلاله تفاصيل الصفقة دي، وقال إن العقود الرسمية تم توقيعها مساء أمس الأربعاء. من جانبه قال كمان جيمس رئيس النادي الإيطالي إن هما وقعوا العقود وخلال أيام المقبلة هيكون في الإجراءات، هتكمل الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بانتقال ملكية النادي. أضاف كمان إنه خلال الشهر اللي فات ده دان فراتكن كشف عن التزامه الكامل بإتمام الصفقة، وإنه على ثقة تامة بخبراته اللي هتقود النادي ده لمستقبل أفضل. كان في طبعا مجموعة من المستثمرين الأمريكيين بقيادة بلوتا اشترت النادي في 2012. 600 مليون يورو كتير. 600 مليون يورو ده مبلغ خرافي، مبلغ احنا بنتكلم في اكتر من ايه، 100 مليار. انا في الارقام طبعا كسرين 100 مليار. على كل احوال واحد من اكتر الانديه طبعا، واحنا في جمهور كتير في مصر كان بيشجع روما لانه واحد من اهم اسباب انطلاقه صلاح المو في اوروبا كان نادي اس روما، وقدم معايا الحقيقه اداء عالي المستوى. خلينا نشوف تقرير مع حضراتكم يجاوب عن سؤال، هل حسم الأهلي لقب الدوري؟ نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة. طبعا لسه ان شاء الله البطوله ما اتحسمتش، لازم اللعيبه ترجع في دماغ الكلام دوت، عندها اصرار عندها عزيمه ان هي تحسم البطوله بفرق النقط. لا لسه بس باذن الله ان هو ان شاء الله يحققها يعني. واهم حاجه عندنا بطوله افريقيا برده، احساس اللي هو خلاص، بس هو بردك لازم الاهلي يلعب ويعني يركز بردك على افريقيا، ويبقى مركز على افريقيا اكتر عشان الدوري انا بالنسبه لي خلاص يعني شايفه ان شاء الله بتاعنا. والله هو لسه الدوري في الملعب، بس بعد ال 16 فوز المتتالي طبعا اللي احنا حققناهم الدوري الاول، فالاهلي بنسبه كبيره جدا، وبعد طبعا الماتشات الوديه اللي احنا شفناها والاداء العالي اللي الاهلي بيقدمه مع مستر فايلر، فالاهلي بنسبه كبيره ان شاء الله حسم الدوري. لا مفيش كلام طبعا، النادي الاهلي قدر يحسم درع الدوري بكل تاكيد، وهو اصلا ناقص الدور الثاني يعتبر، وان شاء الله حسمناه اصلا خلاص بنسبه 90% اتحسم. والله واحنا النادي الاهلي دايما علمنا ان طالما عدد المباريات يعني وعدد النقط لسه فيها كلام، بس انا بخبرتنا يعني عن النادي الاهلي ان خلاص الاهلي زي ما بيقولوا كده بيعلى الدوري خلاص ما بينزلش، بس طبعا انا اتوقع ان النادي الاهلي حسم الدوري.